إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Teaching Arabic language, poetry and speech for non-Arabic speaker. مع الأستاذ ناصر الزقم. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله المطهرين وأصحابه الصالحين ثم أما بعد. أيها الكرام، إن نعم الله علينا كثيرة، إن نعم الله علينا كثيرة، والله مالكنا ومالك كل ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكره لهذه النعم، ومنها اللسان. اللسان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان وامتن عليه به في القرآن، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلا أن خطره عظيم، فإن حجمه صغير وجرمه كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك عندما سأله معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وإننا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: شكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حصائد الألسنة التي تأخذك إلى النار الغيبة والنميمة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. ومن الآفات الكذب، فإياك والكذب، جادا كنت أم مازحا. والحلف الكذب من الكبائر، وإياك أن تقذف أخاك فإنها من المهلكات، عافانا الله وإياكم من شر اللسان وآفاته، ورزقنا لسانا ذاكرا، لله شاكرا، للحق قائلا، وعن الباطل ناهيا، وللمعروف محققا. يقول أحدهم: يا بني، إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال آخر: قلب الأحمق في فيه، ولسان العاقل في قلبه. قال الشاعر: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وقال آخر:
احفظ لسانك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك، إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران.